السلام عليكم أهل المغرب. اليوم إن شاء الله راح بشرح لكم حركة خرافية كيف تتمشى وأنت مقطوع إلى نصفه. Oh my God. You can come from here and check. Look guys, how he do that? Nothing here. Short man. ترى اليوم ما شاء الله نعلمكم خد عزويمنا. كيفاش تقطعوا راسكم على جوج. Wow, it's amazing trick. So cool. Move your hand out there. Here, nothing here. Short man, I'm vegan. واش لا فامي نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فلوق جديد انا والصديقه ديالي يانا. Hello everyone. Hello everyone. اليوم جينا لكم واحد البلاصه واعره زوينه بزاف رايت. Yes. That place it هاد البلاصه هذه سميتها لوف ليك. بحيره الحب. مكان رائع يستحق المشاهده. جيت اليوم ان شاء الله هنا نحاول ما امكن نوريكم هذه المنطقه كامله اللي هنايا. نحاول ما امكن نشارك معكم بزاف اللحظات وفي نفس الوقت نشرح لكم واحد الخدعه خطيره راكم شفتوها. بقاو معايا في هذا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المسائل كامله. خليكم معايا وعندي لكم واحد السينيماتيك زوين هنايا لان المكان عجبني بزاف. شوفوا سبحان الله هاد الطيور كتسمعوا الطيور وهاد البحيره الاصطناعيه سبحان الله. راه هذه صحراء راه غير الصحراء وداروا فيها هادشي كامل يعني كلشي هنا غير صحراء. هذه صحراء كبيره داروا فيها هاد جوج بحيرات وهاد الماء فيه الحوت يعني مجموعه ديال الطيور عايشين هنايا. الوز البط شنو هو البط انا نوريكم البط ما تخافوش. هنايا كيكونوا الطيور ما بقاش نقرب بزاف يعني ما عرفتش خرج شي يسكن واحد النوع ديال الطير كيدابس شكون دار كياكلوا تما. يانا يو ونا ستي دير. الدراري الجو واعر بزاف والله الجو مغربي طربوش بغا يطير شوف فلاي الجو الغربي زويون واحد الجو واعر. هنا كيجيو العوائل كيجيو لي كوبل بزاف كيتساراو هنايا كيتصوروا. هنا الدخله فري بالمجان يعني ماشي بال يعني خصك تخلص شي حاجه ولا باش تدخل ولا شي حاجه. هذه اول حاجه اللي عجبتني. خلص غير البترول ديرو السياره ديالك وجيب معك شويه الماكله باش تاكل واجي نشطي مع راسك. وهاد البحيره هذه كما قلت لكم هي عباره عن جوج ديال القلوبه. غنحاول ما امكن ناخذ واحد جوج لقطات ديال الدرون ديال واحد الفوتوغرافر في دبي وغنحطهم عندي باش تشوفوها من الفوق هاد القلوبه كيما دايرين. هادشي اللي كاين. They have two birds. I don't know if you can see or no. Yeah, أنا كنت بلوغي لكم. أنا يدي عيات الدراري. والله يصير. القلب على هذا الشكل. تان تان. وكان. Yes. وكان قلب واحد خور منه بحركة. بحال هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هذا الشكل هذا بحركة. هنا الدنيا كلها قلوباتهم. شو قلت لكم أن هذا البلاصة ديال العوائل الناس اللي كي
كيعجبوهم هاد المناظر والدنيا خاويه هنايا وهالبط الدراري. وانتم ديك تشوفوا البط كيما داير. شوفوا ناسين وانتم الدراري اللي ما كيعرفش يعوم يدير عومه البطاش كيما داير احسن عومه. هاد البط هذا هو هذاك هو بواهم هذا كبير. I think this is the father. I think so. Because all of them follow him. But you see what he does. Because he's scared. Maybe mom? It's racing. Racing. تما الدراري نطلعوا على القمة نشوفوا شنو كاين. Sport. هنا ندير لهم واحد الدروج. كيمشي من هنا. يبغى يجري من الدروج. نطلعنا لفوق. يا انا بريك شوف هاد البلايص هادي سبحان الله كيما دايره. واو شوف الدراري الخشب كيما دايره له. شوف واو الخشب هادشي زوين والله. لا ديزاين رائع ديزاين ديزاين رائع رايت يانا سبحان الله. شوف هادشي كاملين واشرين. هذه شجره كتحط فيها كيسان هنايا nice. وهنا كاين هنا كان تيشو هنا ما كاينش دابا التيشو كلينيكس هادشي اللي كاين نايس. اوكي انا بطل الدراري في هاد الحجيرات هادو بس يلا بكيرفل. وهذا هو واحد الطريق كديك بحال هكا بحال اللي نقولوا نص ديال القلب. هذا حنا داخلين انا نوريك واحد البلاصه عامره حوت الدراري شوفوا تعجبكم. انتم الدراري نعطيهم شويه الزرع بحال هكا وما يتجمعوا كاع. لا لا ان شاء الله لا حوت الدراري بغاو ياكلوا الكاميرا سبحان الله. كنعطيهم هذا الزرع تلا جيبوها شي سنارة وبداو تصيدو الحوت. مكان رائع الدراري والله الا مكان رائع. كنتمنى نكون وريتكم المكان زويون ونتمنى من الله تكونوا عجبكم هذا المكان. مكان رائع والله يعني هادشي كله تقريبا تخيل معايا الناس الصحراء دايرين فيها هاد البحيرات جوج ديال البحيرات كبار فيها حياة برية يعني كتشوفوا الحوت كتشوفوا جميع انواع تقريبا الطيور كاين بزاف ديال الطيور كاين الهدهد هو صعيب تصوروا دغيا كيطير داك الشيء سبحان الله. ومازال انا معوج على الكاميرا كيفاش ندير بهذا الشيء ولكن ان شاء الله دقه دقه داك الشيء كيجي في المستقبل. وهذا الشيء اللي كان الدراري نتمنى يعجبكم الفلوق ديال اليوم والحركه ديال اليوم. انا اليوم غنشرحها لكم الخوذ. كنشكركم على مشاهده الفيديو كامل. الشرح ديال الخدعه غيكون سهل بسيط نحاول ما امكن نبسطو لكم. غتكون عباره عن تحتاجوا في هذه الخدعه غير تحتاجوا واحد السروال يعني السروال يكون شويه يعني كبير ماشي كبير بزاف واحد شويه مفخفخ عليكم. تحتاجوا السروال والشيء الثاني تحتاجوا واحد التيشيرت ولا تحتاجوا واحد القميجه. اوكي قميجه الحوايج تحتاج السروال لا تصايبوا انا نوريكم كيفاش ديروا له. انا ديجا صايبت واحد السروال شوفوا هادشي كيما داير تمام خصكم تصايبوا بحال هذا. كما دريت لكم اول طريقه هي كتلبسوا هذا الشكل كديروا لنا واحد الكاربونات هانتوما اوكي الكاربونات كديروا بحال هكا لتحت هنايا. انتوما تقدروا تصايبوا هذه بشويه عليكم على خاطركم. هانتوما ناضي في الجزء الاول هانتوما ناضي اوكي كيبان عندكم بحال نص ها هو كاين هذه الاول. كما دريت لكم كتلبسوا السرور بهذه الطريقه البلاصه اللي كتقطعوا فيها بحال هكا كتدخلوا رجليكم كتلبس هاد البارت وهاد البارت كتلبس بحال هكا صافي. هنا ديجا قلت لكم كتحطوا واحد الكارطونه دائره كتحطوها هنايا الوسط اوكي جوج كارطونات وحده هنا وحده هنا اوكي. والقميجه كتلبسوها كيكون على هذا الشكل شي
هادشي اللي قلت لكم حاول ما امكن تلبسوا واحد التيشيرت داك حلا هنايا باش ما يبقاش يبان لكم باش ما يبان لكم والو. يعني اي لون الا كان زايد بحال دابا هذا كيبان لكم. الا كضرب واحد السيكليزم كحل الله يرحمه ولا الله يبارك حلا راك تضربنا ما يبان والو. اوكي بداو في الخدعه. الخدعه كتحتاج غير تشدوا هاد الجسم بحال هكا تجلسوا واحد شويه لتحت ديرها صافي. تقدروا نتوما تشوفوا الشورت ديالي ولكن الا كنتو لابسين السيكليزم كحل ولا كنتو لابسين واحد ليباك حلا ما يبان والو كما في الفيديو اللي درت لكم انا ما كيبان حتى شي حاجه. اوكي كيحتاجوا غير تجلسوا بحال هكا بحال تجلسوا بحال تريح. اوكي كتجلس من هذه الطريقه كديرها كديرها وكتمشى كتمشى بحال هكا هاك تحتاجوا لونطريم الدراري شوف كتجلسوا كتحتاجوا غير لونطريم. اوكي مره اخرى كتشدوا بحال هكا كديرها حاولوا الامكان تجلسوا بزاف كل ما جلستوا بزاف شوف كيفاش كتبان كل ما جلستوا بزاف كل ما كتبان الخدعه رائعه. وهذا الشيء اللي كان الدراري تحتاجوا شي حوايج كما قلت لكم تحتاجوا سروال قميجه قميجه تقطعوها بحال هكا سروال على هذه الطريقه كتقطعوه من الركبه من تحت الركبه تخشيو رجلكم بحال هكا. هذا الشيء اللي كاين ماشي مشكل نوريكم شنو كاين هنايا هانتوما نشرح الماء ما كانش صحيح ما كلش نتوما تقدروا تحتاجوا سطل انا درت قرعه ديال الماء. اوكي درت قرعه ديال الماء قطعتها من الوسط. نتوما تقدروا تحتاجوا واحد سطل لان القراعي تقدر ما تلقاوش في المغرب تقدروا تحتاجوا غير واحد سطل يكون يعني السايز ديالكم يعني تقريبا بحال السايز ديالكم وتقطعوه بحال هذا الشكل وصافي عا باش تشدوا باش ملي تطلعوا السروال تشدوا بحال هكا. وهادشي اللي كاين وتحتاجوا واحد الخرقه واحد الفولار يكون الزيف ديال يكون اللون ديالو تقريبا بحال ديال اللحم باش يبان لكم بان الجسم ديالكم مقطوع. وهذه هي الخدعه. الدراري كنشكركم بزاف على مشاهده الفيديو. عجبكم اي حاجه حطوا لي واحد التعليق كنقرا لكم الكومونتير ديالكم كامله وشكرا على التشجيع ديالكم وان شاء الله جايين خدع كثار ان شاء الله وشكرا بزاف وبارطاجيو الدراري بزاف يلا شكرا.